اهلا بيكم في مهرجان ابداع الموسم العاشر ولسه الابداع مستمر. شعار مهرجان ابداع في الموسم العاشر ولسه الابداع مستمر، علشان بندور على كل مبدع ومبدع من جميع محافظات مصر. تعالوا دلوقتي نشوف العرض المسرحي ست شخصيات تبحث عن مؤلف لطلاب جامعة المنصورة كلية الاداب، والعرض رؤية واخراج خالد عبد السلام. عشان اقفل على صراحه الأول.
هذا فقدات السيد المخبر. وافد بروفا، هل هذه ركنة أيها الغبي؟ هذا ما تبقى حسنا. اوه لا اكاد ارى قليل من الضوء اذا سمحت. في الحال يا سيدي لنبدا الان. لنبدا الان. هيا حارس واحد. اسف. هيا ايقاعات. ايقاعات. ايقاع رقم واحد، ايقاع رقم اثنين، ستوب. هناك صوت ناقص، من غائب؟ نوع الممثل الاول والممثلة الأولى كالعادة. لقد تأخر 10 دقائق إلى الآن، أرجو احتساب هذا التأخير حتى يتعلم المحافظة على مواعيد البروف. حسنا يا سيدي. لا لا أرجوك لقد وصل. هيا. أهلا يا أختي. أهلا، لقد طلبت سيارتي أخرى أصل بها إلى هنا في الوقت المناسب. هكذا تصرين على أن ننتظرك دائما؟ ولكنكم لم تبدأوا بعد على أي حال. حسنا. وأنت؟ أمي كانت تعبانة في المستشفى، وأختي الصغيرة كان عندها استدعاء ولي أمر في المدرسة، خير كده كوبري أصل النيل وقت الصبح أصلا. لا تكرر هذا مرة أخرى، قلت لكم جميعا يا أيها الأدوات أنا شغلي يعلمه الجميع، أنتم من سيضحكون عليكم. وأنت؟ إياك أن تقوم بتقليد أي شيء مرة أخرى. هيا نفس، أكمل علي. سنمارس اليوم تمارين الخيال وسنتدرب أكثر على التجسيد الصادق لهذا الخيال. كما سنتحدث، ها عن ماذا سنتحدث؟ سأقول أنا، سنتحدث عن كيفية تحليل وبناء الشخصية. معذرة يا سيدي. ماذا؟ النفس. أخرجوه. ولكنك يا سيدي قلت لي البروفة السابقة أننا سنقرأ النص الجديد اليوم. أنا؟ إن اختيار النص المسرحي المناسب ليس بالأمر البسيط، علينا عدم التسرع فلدينا متسع من الوقت، والممثلين في حاجة إلى مزيد من التدريب. ولكن إياك أن تخبر أحد. هيا. الشخصية، الشخصية هي محرك الأحداث، لذلك يجب على الممثل أن يدرس الشخصية جيدا حتى يصل إلى الدوافع الخاصة لكل فعل درامي تقوم به الشخصية. ذلك يتطلب الغوص داخل الشخصية موضع دراسة لاكتشاف مجموعة المشاعر والانفعالات والأفكار التي تقود الدوافع إلى الفعل الدرامي. وبراعة الممثل تكمن في قدرته على تجسيد هذه المشاعر والأفكار المتخيلة بصورة تبدو حقيقية وصادقة. والآن أخبروني، ما هي جوانب الشخصية؟ من أنت؟ الجانب الاجتماعي وهو النشأة، البيئة المحيطة، دائرة العلاقات. سوكسي. من أنت؟ الجانب النفسي، الأحداث الماضية والأحداث النفسية. سوكسي هنا. سنمارس تمرين الخيال. تخيل أنك تجلس بمفردك في مكان ما، مر الوقت سريعا حتى غربت الشمس، وفجأة ظهر ظلم أمامك على الحائط ثم اختفى بسرعة. بدأ الرعب يتخللك، جلست تلتقط أنفاسك. مضى الدقائق وأنت تنظر حولك بترقب،
ثم بدأت تسمع صوت يتحدث إليك بهمس شديد. أيمكن أن يكون شبح؟ ارتفعت الأصوات فجأة، اشتد الخوف، فاندفعت في الظلام وأنت تصرخ من هؤلاء؟ خيم السكون فجأة، عقلك يحدثك بأنه لا وجود للأشباح. ثم بدأت تتحرك بسرعة وأنت تتمتم. عندما يكون المرء مشوشا تختلط عليه الأمور، عندما يكون المرء مشوشا لا يمكنه الاعتماد على عينيه. أخذت نفسا عميقا، ثم بدأت الصورة تتضح ومع مرور الوقت عم النور. أخذت تنظر حولك فترى، ما هذا؟ من أنتم أيها السادة وماذا تريدون؟ نحن نبحث عن مؤلف. تبحثون عن مؤلف؟ نعم. من هذا المؤلف؟ أي مؤلف يا سيدي؟ ولكن يا سيدي لا يوجد مؤلفون هنا، لأننا لا نجري بروفات على أي مسرحية جديدة. هذا أفضل، فنحن يمكن أن نكون مسرحياتك الجديدة. مسرحياتك الجديدة؟ أجيب ورشة. حقاً حقاً، ما دام لا يوجد مؤلف إلا إذا أردت أنت أن تكون المؤلف. لعل السادة يهزلون. لا لا يا سيدي، أنا لن أسمح لك بذلك. نحن على العكس تماما، نتقدم إليك بمأساة مؤلمة. هو يمكن أن نكون مصدرا لثرائي. ثرائي؟ نعم. هل تتكرمون بترك المسرح الآن؟ فليس لدينا وقت نضيعه مع معتوهين. معتوهين؟ لكنك تعرف جيدا أن الحياة مليئة بمساخر لا تنتهي. إن الجنون بعينه هو أن نخلق مما له جميع مظاهر الحقيقة شيئا شبيها بالحقيقة. وهنا ينبغي أن ألفت عنايتك إلى أنه إذا كان هذا هو الجنون بعينه، فهو السبب أيضا في وجود مهنتك هذه. حقا، أتظن أن مهنتنا هذه مهنة بغلين؟ نعم. إذا كنت تعمل على أن يبدو ما ليس حقيقياً كأنه الحقيقة ودون الحاجة إلى ذلك بل للهزل فقط، أليس عملك أن تضفي الحياة على المسرح لشخصيات خيالية؟ أريدك يا سيدي العزيز أن تتأكد أن مهنة الممثل هي غاية في النجم، ولتعلم إن مما نفخر به على خشبة هذا المسرح أننا أعطينا الحياة لأعمال خالدة. بالضبط بالضبط يا سيدي، لكائنات حية، لكائنات أكثر حياة من التي تتنفس أو ترتدي الثياب، ربما أقل واقعية لكنها أكثر حقيقية. إننا متفقون. متفقون تمام الاتفاق. فليكن، ولكن ماذا تريد أن تقول؟ أردت فقط أن أوضح لك أن الكائنات توجد في هذه الحياة على أشكال كثيرة وبطرق مختلفة، كالشجر أو الحجر، كالماء أو الفراشة، أو المرأة. هكذا هكذا تولد الشخصيات. معنى ذلك أنك أنت ومن حولك ولدتم هكذا شخصيات. بالضبط يا سيدي، وشخصيات حية كما ترى. إني آسف لأنكم تضحكون منا، لكننا نحمل في أنفسنا وأكررها مأساة رهيبة. يمكنكم أن تستدلوا على ذلك من هذه المرأة ذات النقاب الأسود.
وانت 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 اخرجوا من هنا. هيا اخرجوهم جميعا من هنا. حسنا هيا هيا اخرجوا جميعا من هنا. افزع اني اعجب لعدم ثقتكم فينا. ربما يرجع ذلك الى انكم لم تعتادوا رؤيه الشخصيات التي يبتكرها المؤلف تظهر الى الحياه فجاه بهذه الطريقه. يقابلون بعضهم وجها لوجه، او ربما يكون السبب عدم وجود نص مسرحي يحتوينا. صدقني يا سيد. ماذا؟ نحن حقا ستة شخصيات. ستة؟ وشخصياتنا سريرة للغايه، ولكن المؤلف الذي ابتكرنا كائنات حيه لم يضعنا في عالم الفن، وهذا جرم بالغ يا سيدي. ان الانسان يموت ويموت المؤلف، لكن الشخصيه المبتكره تبقى في الحياه، وليس عليها ان تكون ذات مواهب خارقه. من كان مكبث؟ من كان هاملت؟ ومع ذلك فهما يعيشان الى الابد لانهما بذور حيه ووجدت خيالا يبعث فيها الحياه. كل هذا كلام جميل حقا، ولكن ماذا تريدون مني؟ نريد ان نعيش يا سيدي، نعيش لحظه واحده على الاقل، نعيش فيكم يا سيدي. يا سيد الشخصية، نحن هنا نقوم بتمثيل مسرحيات جدية وأزلية فقط. لهذا قصدنا إليه. وأين نص المسرحية؟ المسرحية فينا يا سيد. مسرحية فينا. المسرحية فينا يا سيدي. إن المأساة فينا، نحن المأساة، ولم نعد نستطيع الصبر، وفينا تستعر العاطفة. عاطفتي أنا؟ لو تعرفون أيها السادة عاطفتي أنا، عاطفتي نحو. ولو أنه لم يمضي على وفاة أبي إلا شهران، إلا أنكم يجب أن تشاهدوني وأنا أرقص. بكثير. أسوأ. أسوأ. إنه شيء أسوأ من هذا بكثير. أرجو أن تسمعني. دعنا نمثل هذه المأساة في الحال.
وعندئذ سترى أنه في لحظة معينة عندما تكون أليست حبيبة هذه الصغيرة؟ يا حبيبتي الصغيرة، وعندما ينتزع الله هذه الطفلة الصغيرة من أمها المسكينة ويأتي هذا الأبلع هناك بأكثر الأفعال غباء كما هو معهود فيه من البلع والحماقة، عندئذ تروني أهرب. نعم سأهرب. لأني بعد كل ما كان بيني وبينه من علاقات ودية لا أستطيع أن أمكث مع هؤلاء الناس أكثر من ذلك. فقد كنت أراقب قلق أمي من بعيد على ذلك دفعوان الغريب هناك. انظروا إليه، لا يهتم لأي شيء. انظروا إلى جموده، لأنه هو الابن الشرعي. إنه يملأه الاحتقار لي ويحتقر كذلك. إنه يحتقر هذه الفتاة الصغيرة المسكينة لأننا أبناء غير شرعيين، وهو لا يريد أن يعترف أن هذه المرأة المسكينة هي أمه. هذه المرأة التي هي أمنا جميعا، هذا اللعين. أرجوك ماذا؟ أسترحمك الله. هدائي ضحك هذا يا طفل. ماذا؟ أوه يا إلهي. كرسي كرسي بسرعة على هذه الأرملة المسكينة. هيا كرسي يلا. أرجوك لا تدع هذا الرجل ينفذ خطته. إني لا أفهم شيئا من هذا على الإطلاق. هل هذه الأرملة زوجتك؟ نعم يا سيدي. ولكن يا سيدي كيف تكون أرملة وهي لا مؤاخذة زوجتك؟ إن المأساة كلها تتلخص في هذه الحقيقة المرة. كان لديها رجل آخر، كان يجب أن يكون هنا. لا أرجوك. من حسن الحظ أنه مات منذ شهرين. لكن هذه ليست مأساتها، إن مأساتها هي هؤلاء الأولاد الأربعة، أولاد من رجلين كان لها. أتقول كان لي؟ حتى يفهم من ذلك أني أردهما لنفسي. إنه هو الذي فعل ذلك، هو الذي أعطاني للرجل الآخر ودفعني دفعا للفرار معه. هذا غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح. لا تصدقها، فقد كانت تعيش طوال حياتها مع أبي في غاية السعادة. أنا لا أنكر ذلك. إنها تقول ذلك بسببه هو. تعذب نفسها لعدم المبالاة التي تلاقيها من ابنها هذا. إنها تريد أن يصدق أنه هو الذي دفعها إلى الفرار وكان عمره أقل من سنة. لقد دفعني إلى ذلك والله يشهد على ما أقول. اسأل إذا ما كنت أقول حقاً أم لا؟ صحيح، أنا المسؤول. يا له من نشر! وما الذين يمثلون أدوارنا؟ لكم متفرجين ولو مرة واحدة فقط. استمعوا، دعونا نستمع إليه. استمعوا إلى هذه القطعة الفلسفية. الآن سيقص عليكم تجاربه الشيطانية. إنك غبي وساخر. استمع إلي يا سيدي. السكرتير الخاص كان شديد الإخلاص لي ويفهم تماماً كل تصرفاتي. لم يكن هناك أقل شك في وجود شيء ما، فقد كان رجلاً طيباً ومتواضعاً يشبهها تماماً. لم تكن لديها القدرة حتى على مجرد التفكير في الإثم، لا على ارتكابه. هو الذي يفكر فيه بدلا منه وارتكب هذا الإثم. غير صحيح. كنت أعتقد أن ما سأفعله سيكون لخيرهم وخيري أيضا، لكن الأمور قد تطورت فأصبحت لا أستطيع أن أقول كلمة واحدة دون أن يتبادل نظرات التفاهم في الحال.
ولكي يتبادل المشهور على أي محمل ينبغي أن يفهم كلامي حتى لا يثور غضبي. يمكنك أن تدرك الآن أن هذه الطريقة كانت تجعلني في غضب دائم وثورة لا تحتمل. ولما لم تطرد سكرتيرك هذا؟ في الواقع هذا ما فعلته بالضبط. لكن كان علي بعد ذلك أن أرى المرأة المسكينة تتجول بمفردها بين جدران المنزل كحيوان بائس ضائع. ولكن ابنك أليس كذلك؟ كان أيها السادة قد انتزع ابني من أحضان أحضانها. هذه هي. ذلك عن قسوة، وإنما كي ينشأ مرتبطاً بالأرض. شيء واضح. وهل هي غلطتي أيضاً أنه نشأ على هذا النحو؟ عهدت به إلى إحدى المربيات في الريف فلاحة، لأن زوجتي لم تبدو لي من القوة إلى حد كاف. أكمل أكمل يا سيدي. هذه السيدة وليس بسبب الجنون الحقيقي التي سببته لي، ولكن للألم. الألم الذي كنت أعانيه من أجلها. ومع ذلك فقدت رتبتي. كانت قد وهبت الرجل الآخر كل شيء، ولكني أقدمت على ذلك بنية حسنة ولأجلها أكثر مما هو لأجل أقسم بذلك. هل تركتك أبداً بعيدةً عن ناظري إلى أن أخذك هذا الرجل بين ليلة وضحاها دون علمي إلى بلد آخر؟ بهذه العائلة التي نمت وعطف عليها عطفاً لا يصدق، وتستطيع هي أن تشهد بذلك. وأيضاً أنا كنت فتاة صغيرة وجميلة، أليس كذلك؟ تتدلعن فواري خلف ظهري، كنت أراه عند خروجي من المدرسة، كان يحضر ليرى كيف أتفتح. هذه خيانة يا للعار. بعد أن ذهبت بدا لي المنزل خاوياً. عندما وجدت نفسي وحيداً أخذت أتجول بين أركان المنزل كذبابة طاش صوابها. وهذا هذا الذي نشأ بعيداً عني، بمجرد أن عاد إلى البيت لست أدري، لم أشعر كأنه يمد إلي بصلة، وطبعاً لم تكن هناك أم تربط بيني وبينه. فشب مهتماً بنفسه منعزلاً. ثم وربما ما سأقوله سيبدو غريبا يا سيدي، لكنه الواقع. أخذت أهتم رويدا رويدا بهذه العائلة، هذه العائلة التي نشأت نتيجة لفعلي. بدأ التفكير فيها يملأ الفراغ الذي طفقت أشعر به. أحسست برغبة جامحة، أريدها أن تعيش في سلام، أن أراها سعيدة الحظ، لأنها أصبحت بعيدة عن العذاب الأليم الذي كانت تعانيه نفسي. ولكي أقدم دليلاً على ذلك، كنت أذهب لأراقب تلك الفتاة أثناء خروجها من المدرسة. صحيح.
يتبعني في طريقي ويبتسم لي، وعندما أصل إلى البيت كان يحييني مودعاً هكذا، فحدثت أمي عنه فأدركت على الفور من هو. وفي يوم رأيته بجوار الباب مرة أخرى وكان يحمل في يده قبعة جميلة وأعطاها لي. هذا كلام خارج عن الموضوع أيها الأفاضل. نعم بلاغة بلاغة. أي بلاغة؟ هذه هي الحياة، عاطفة تتأجج، ولكن كل هذا ليس إلا حوادث ماضية. والواقع كما ترى أنها لم تعد الطفلة الصغيرة ذات الضفائر المدلاة وراء ظهرها، وهنا تبدأ المأساة بطريقة جديدة ومعقدة أيها السادة. دون علمي ولغبائها كان في مقدورها أن ترسل إلي تخبرني بأنهم في حاجة. وكيف لي أن أعرف أن هذا كان شعورك نحونا؟ هكذا كنت دائما تعجزين عن إدراك شعوري اتجاه أي شيء. بعد أن أمضيت كل هذه السنين بعيدة عنك وبعد كل ما حدث، وهل هذه جريرتي أن أخذك هذا الرجل كما فعل؟ أقول لك ما حدث من يوم إلى يوم. قد سافرت لأمر لا أذكره، فلم يكن في مقدوري حين عدت أن أتتبع أثرهم، ومن ثم قل اهتمامي بهم على مر السنين. ووقعت المأساة يا سيدي غير متوقعة عنيفة بعد عودتهم. كنت حينئذ قد اضطررت رضوخا لمطالب جسد التعس الذي ما زال يحترق بنزواته. ولكن يا سيدي كل منا أمام الآخرين يتشح بالعزة، لكنه يدرك أن هناك في أعماق نفسه أشياء لا يمكن أن يجهر بها، أشياء يحيطها قلبه بسياج مرير من الكتمان. إننا نستسلم للإغراء، وكأن كرامتنا هي شاهد القبر الذي يخفي ويدفن عن أعيننا كل إشارة وكل ذكرى لها صلة بعارنا. وهذا هو حالنا جميعا، ولا تنقصنا إلا الشجاعة لكي نقول أشياء معينة. ولكن الشجاعة في أن يقدموا عليه لا تنقص أحدا منهم. بالضبط كلهم، ولكن في الخفاء، وما يكاد المرء يذكر هذه الأشياء حتى يدمغونه بالتردي في الشهوات، مع أن ذلك ليس حقيقيا يا سيدي، لأنه كأي فرد منهم، بل الواقع أنه أفضل منهم، لأنه لا يخفي حمرة الخجل ولا يخشاه. الخجل الذي تتسم به الوحشية الإنسانية، هذا العار الذي يغمض الرجل والمرأة عينهما حتى لا يرونه. وعندما لا تغمض المرأة عينها، وعندما تنظر بدلا من ذلك بعيون جامدة لا عاطفة فيها لترى عار الرجل الذي أعمى نفسه دون حب، آهي للغباوة التي تتسم بها تلك الفلسفة، الفلسفة التي تكشف عن الحيوان الأعجم الذي يكمن في الرجل. لأن الرجل عندما يضطر إلى تبسيط الأمور بطريقة وحشية، وعندما يلقي عن كاهله بكل المعاني الإنسانية وبكل رغبة طاهرة وكل شعور نبيل بالعطف والواجب والتواضع والخجل، عندئذ لا يوجد أي شيء أوجب الامتهان والاحتكار أكثر من هذا الندم المصطنع. يا لدموع التماثيل. لنعود إلى الموضوع يا حضرات الأفاضل. يا
لنعد إلى الموضوع، لقد أكثرتم من هذه المناقشات. حسناً جداً يا سيدي، لكن يجب أن ندرك الأسباب والمشاعر التي تسببت في وجود الحقيقة. لم يكن من المفروض علي أن أعرف تلقائياً أنه عندما مات هذا الرجل وعادوا إلى هنا في حالة يرثى لها أنها ستخرج وتعمل حائكة للثياب لتعول أطفالها، وعند من؟ مدام باتشي. ما هذه الألعاب؟ أين نحن؟ وما هذا؟ لماذا هذه المخلوقة؟ هي خياطة راقية تتعامل في الظاهر مع أرقى السيدات. ولكنها تدبر أمورها بحيث تصبح هذه الطبقة الراقية من النساء ستارا لها، يحجب الشك عن الأخريات. صدقوني أيها السادة، إذ قلت أنه لم يأتي ببالي لحظة واحدة أن هذه العجوز ستستخدم ابنتي عندما تراها. يا للأم المسكينة، أتعرف ماذا كانت تفعل هذه المرأة؟ عندما كنت أعود إليها بالثوب الذي حكته أمي كانت تقول لي: ماني إن النسيج قد تلف نتيجة لحياة يومي. ثم تزمجر على هذا وعلى ذاك، وبذلك تدركون أنه كان يجب علي أن أدفع الثمن. ثمن الثوب الذي تلف، وهذه المرأة المسكينة كانت تعتقد طوال الوقت بأنها تضحي بكل شيء في سبيلي وفي سبيل هذين الطفلين. عندما كانت تسهر طوال الليل تعمل لمدام باتشي. من منكن أيتها الممثلات يمكنها أن تتقمص دور مدام باتشي؟ وسلموا معي بأن الممثلة التي ستتقمص دورها ستكون أقل حقيقة من هذه التي ترونها. وهناك حدث في يوم أن قابلته هو يا سيدي عميل قديم. ليست المرة الأولى لك التي تأتي فيها إلى هنا، أليس كذلك؟ لا يا سيدي. إذن هيا، لا ينبغي أن تترددي. أتسمحين لي أن أخلع عنك قبعتك؟ كلا، سأخلعها أنا. رباح الصوت. أنا أرى أن هذه الرأس الصغيرة الجميلة يجب أن ترتدي قبعة أجمل من هذه بكثير. ألا ترغبين أن تساعدينني على اختيار قبعة من بين قبعات المدام؟ ألا تودين؟ كلا، شكرا يا سيدي، فأنا ما زلت أرتدي ثياب الحداد كما ترى. أوه آسف، أرجو أن تقبل اعتذاري. لا، لا داعي لأن تأسف، وأنا أيضا يجب أن أنسى أنني أرتدي هذه الثياب. استوب! الموقف الذي قدم لها فيه القبعة موقف جميل، ليس كذلك؟ ولكنكم ستشاهدون الآن ما هو. انتظري، الأفضل أن تسألها لماذا ترتدي ثياب الحداد هذه؟ ليس الأمر كذلك يا سيدي، ينبغي أن تعرف ماذا قال: دعينا نخلع الرداء عنك على الفور. في السيمة الصيفي، هل تريدين أن ينقلب المسرح رأساً على عقب؟ ولكن هذه هي الحقيقة. ما هي الحقيقة التي تتحدثين عنها دائماً؟ إننا هنا في المسرح. نزل السكة، ارفع الهرسة، أور البانوراما، وعدرع الشمال. الحقيقة شيء جميل ولكن إلى حد معين. لا يا سيدي، إن اشمئزازي وجميع الأسباب التي جعلت مني إنسان على هذا الوضع
أسباب كل منها شر من الآخر، فهل تريد أن تستخرج من كل هذا قطعة عاطفية مثيرة فتجعله يسألني ما سبب ارتدائك لسهام الحذاء؟ وأجيبه والدموع تتساقط من عيني. إن أبي توفي منذ شهرين. لا لا يا سيدي، ينبغي أن يقول ما قاله تماما. أبي توفي منذ شهرين. أوه حسنا، دعينا نخلع هذا الرداء على الفور. وأنا بكل ما أحمله في قلبي من حزن ولم يكن ينقضي إلا شهران ذهبت إلى هناك. إني أفهمه جيدا، فهو يريد أن يمثل المشهد الذي يقدم فيه مشاعره النفسية، ولكني أنا أريد أن أقدم مأساتي. مأساتك، ألا يوجد إلا مأساتك فقط؟ هناك مأساة الآخرين، مأساته مثلا مأساة أمك، فلا يمكن أن تظهر شخصية واحدة فقط وتطغى على باقي الشخصيات، بل يجب أن يدخل الجميع في إطار متجانس مترابط متناغم. يقدم فيه فقط ما يصلح للتقديم، وأنا أدرك أن كل منكم يحمل بين طيات نفسه حياة كاملة يريد أن يخرجها للعالم أجمع، ولكن هذه هي المشكلة، القدرة على إخراج ما هو ضروري فقط في علاقته بالآخرين. هذا القليل الذي نقدمه يجب أن يوضح كل ما بقي من جوانب الحياة التي تكمن في الشخصية. حسن، نحن هنا غير معروفين للجمهور، وغدا ستقدمنا كما تشاء، ولكن هل تريد مشاهدة مأساتنا كما حدثت حقيقة؟ في الواقع في الحقيقة نعم، حتى يمكنني أن أستعد بما يمكن الاستعانة بفقط. حسنا. الشخصية مشهد رائع في لحظة حضورها فجأة، حضور الأم تقريبا في الوقت المناسب. في الوقت المناسب، لأني لحسن الحظ قد تعرفت عليها هي شخصيا في الوقت المناسب. عندئذ عدوا بهم أيها السادة إلى المنزل. استطعتي بعد أن أرفع عيني في عينها؟ إن هذا شيء في غاية البلاهة، وهل من المستطاع يا سادة أن تنتظروا مني بعد كل هذا أن أكون إنسانة متواضعة حسنة التربية الشريفة تتفق مع أمانيه التعسة؟ إن مأساتي يا سادة تتلخص في الإحساس بأني وبأن كل منا يرى ويعتقد أنه واحد فقط، لكن هذا ليس صحيحاً. إن كل واحد منا له شخصيات متعددة، نعم شخصيات متعددة بعدد الإمكانيات التي تكمن فينا. إننا دائما نتوهم أننا شخص واحد بالنسبة للجميع، لكن هذا ليس صحيحا على الإطلاق.
من الممكن أن نرى ذلك في غاية الوضوح عندما نقع في خطأ ما. إنه من الظلم والقسوة أن يصدر علينا الحكم على ما فعلناه في هذه اللحظة فقط، كأن حياتنا قد تلخصت في هذا الخطأ وحده. لقد فاجأتني هذه الفتاة في مكان كان لا يجب أن أوجد فيه، وفاجأتني أفعل شيئاً كان من الواجب ألا أفعله. لقد كشفت في شخصيتي جانباً كان لا يجب أن يوجد بالنسبة لها، وهي الآن تحاول أن تربطني بحقيقة لم أتوقع يوماً ما أن تكون لها صلة بها، تلك الحقيقة التي تكمن في لحظة خاطفة ومخزية من لحظات حياتي. والآن إليك موقف الآخرين. لا، ليس لي شأن بذلك. ماذا تعني بأن ليس لك شأن بذلك؟ ليس لي شأن، ولا أريد أن يكون لي به شأن. لأنه يعرف جيداً مدى الأذى الذي ألحقه بي. أنا؟ نعم أنت. هل تجاهلتنا أم لم تتجاهلنا؟ لقد كنا غزاة ليزعجوا مملكتك الشرعية. جميعهم يتقنون أدوارهم، فدورهم سهل، كلهم ضدي، ولكن تصور موقف ابني يحدث له في ذات يوم بينما يجلس هادئا في بيته. تدخل عليه فتاة جريئة وفي نظرة شامخة تسأل عن أبيه. ثم تعامل الأب بطريقة خاصة وغامضة فيها جرم ومن يدري لما، وتطلب منه نقودا بلهجة تجعلك تتأكد في الحال ألا بد وأن يعطيها ما يريد، كأنه ملزم بأن يفعل ذلك. لقد كنت ملزما بأن أفعل ذلك، كان هذا دينًا علي لأمك. وكيف لي أن أعرف؟ وهل كنت قد رأيتها من قبل يا سيدي؟ ومتى كنت قد سمعت عنها؟ ثم فجأة وفي أحد الأيام أراها مع ابنتها هذه، ثم يقولون لي هذه يا أم طيب الدار الثالث. ثم بعد ذلك أفهم رويدًا لأي سبب جاءوا ليحتلوا المنزل هكذا فجأة ودون سابق إنذار. أما ما شاهدته وما شعرت به لا يمكنني أن أفصح عنه، ولا أريد أن أذكره، ولهذا لا تأملوا بأن أقوم بأي شيء في هذا الموضوع. صدقوني أنا شخصية غير مكتملة في هذه المأساة، وأشعر بضيق شديد في صحبتهم، ولهذا اتركني وشأني. كيف؟ إنه نتيجة لطباعك. ماذا تعرف عن طباعك؟ ماذا تعرف عني؟ منذ متى بدأت تهتم بي؟ موافق، موافق. هذا موقفا غريبا منك وقسوة بالنسبة لي ولأمك. أمك التي عادت إلى بيتها لتراك للمرة الأولى وكنت قد كبرت حتى أنها لم تعرف أنك ابنها. يكون لا علاقة له بكل ذلك، بينما هو في الواقع محور الحركة. انظر إلى هذا الولد الصغير كيف يتعلق بأمه طوال الوقت خائفا جزعا، وهو السبب في ذلك. كأنه يشعره دائماً بأنه غريب عن أهل البيت أكثر من الآخرين، ولذلك فإن الطفل يشعر بامتهان لاتجاهه إلى منزل من باب الشفقة. إنه يشبه أباه تماماً، متواضع وصامت، لا يتفوه بكلمة، يغلق على نفسه دائما في غرفته طوال الوقت. وهذه الفتاة الصغيرة تلعب في الحديقة سعيدة بعيدة عن البؤس والفقر الذي يسكن تلك الغرفة المرعبة حيث كنا ننام. تصور ذلك الرعب.
الجسد الملوث البني ملتصق بها، وهي تحتضنني بذراعيها البريئتين، وكانت تجري مندفعة نحوي بمجرد أن تلمحني في الحديقة. حسنا جدا، ولكن لا يمكننا أن نغير المنظر 3 أو 4 مرات كل مشهد. الإيهام أيسر وأسرع. الوهم، أرجوكم لا تستخدموا هذه الكلمة، إنها كلمة قاسية بالنسبة لنا بصفة خاصة. نحن نشير إلى الوهم الذي نخلقه هنا أمام الجمهور. تمثيلنا نحن؟ إني أفهم يا سيدي، أنت تريد أن تخلق بفنك وهماً كاملاً للحقيقة. هذا حق تماماً، لكننا ليس لدينا حقيقة أخرى عدا هذا الوهم يا سيدي، ولتعلم أن هذا ليس بالنسبة لنا فقط. هل تستطيع أن تخبرني من أنت؟ من أنا؟ أنا نفسي، أنا المخرج، هل تفهم ذلك؟ وماذا كنت منذ زمن بعيد؟ تذكر ما كنت عليه في وقت من الأوقات، بكل الأشياء الراسخة في أعماقك وبكل ما تحمله من واقعية بالنسبة لك. إذا تذكرت هذه الأشياء التي لم تعد تسيطر عليك الآن، التي لم تعد تبدو لك كما كانت في الماضي، فماذا ستجد؟ حقيقته اليوم سيصبح وهما في الغد. جميل جدا، تريد بذلك ان تقول انك انت ومسرحيتك التي اتيت بها لتمثلها لي اكثر حقيقة مني؟ هذا اذا كانت حقيقتك تتغير من اليوم الى الغد. ولكن الكل يعرف انها ممكن ان تتغير، إنها في تغير دائم ككل الآخرين. إن حقيقتنا لا تتغير يا سيدي، ولا يمكن أن تكون شيئا آخر. شيء مرعب يا سيدي، حقيقة صماء. هيا لنطرق الوقائع يا سادة. حجرة مكتبه الكئيبة، وأمي مع ابنها هذا، وأنا مع هذه الفتاة الصغيرة، وهذا الولد هنا دائما وحده، ثم أنا وإياه، ثم أنا وحدي في ذلك الظلام. Thank you.
الآن افتحوا عيونكم. يبدو أنني قد وجدت المسرحيات الجديدة. إلهام رائع يا منخصب. لا لا، بس تجسيد للواقع المأساوي. ستكون مسرحيات عظيمة. ولكن ينقصها المشهد الأخير. يعني ينقصها المشهد الأخير. سأسرع في الكتابة. نحن المأساة ولم نعد نستطيع الصبر. وفينا تستعر العاطفة. وفينا تستعر العاطفة. إن مأساتها هي هؤلاء الأولاد الأربعة. هي هؤلاء الأولاد الأربعة. هؤلاء. عاطفتي أنت. عواطفهم، عواطفهم جميل. عاطفتي نحوه. عاطفتي نحوه. ستشاهدون الآن في الأرض. كيف تركز؟ بحق هذين الطفلين. بحق هذين الطفلين. إنما سادة الإحساس. الإحساس. هل تتذكر كان لديها رجل واحد أو رجلين؟ بالطبع رجل. رجل. أسوأ. Thank you.
كل يوم تعزموا على بعضك. ما كل يوم انا اللي ابتدي. ايوه طبعا المخرج لازم كلمه المخرج. احسنتوا اساتذه. واضح المجهود طبعا ضخم جدا في وسط هذا العدد الكبير قوي، وهذه الحاله من الانضباط والتشكيلات الكتيره اللي انا عارف انها خدت منكم وقت كتير قوي عشان تظبطوه، عشان يعني تقدموا عرض منضبط بهذا الشكل. أشكركم جدا. كنت عايز أسأل آية هاني. آية فين يا آية؟ أنت اللي صممتي ولا أنت نفذتي؟ صممتي إيه؟ صممتي إيه؟ والإيه؟ ممكن المايك؟ الشماعات والبانوهات والماسكات. والماسكات. مين اللي صمم الملابس؟ انا برضو. انت اللي صممتي الملابس؟ اه. طيب عايز اسالك سؤال، ليه اخترتي اللون الاسود للعيله؟ اللون الاسود ايه للعيله؟ يعني عشان هي كانت في حاله حداد. ليه كلهم لابسين اسود؟ حاله الحداد. كلهم لابسين اسود عشان حاله الحداد؟ ايه كلهم لابسين اسود عشان حاله الحداد. طيب والاب ليه ما عندوش حاله حداد؟ لا الاب لابس رصاصي مش اسود. اه بس من نفس البلد يعني مش الوان. لا ما يعني لون ما حبيتش يكون فاتح قوي، حبيت مثلا يكون بيجمع مثلا بين ده وده، يبقى لون يعني جراي مش غامق ومش فاتح. اه طب وليه المخرج لابس نفس اللون؟ ليه ايه المخرج لابس نفس اللون؟ لا المخرج لابس مش نفس اللون. مش رمادي ده برضو ولا متهيألي؟ لا ده مش رمادي. اه الكارو فاتح الدنيا. لا ده مش رمادي خالص والله. ده بيش في بني في كافيه. الاب كان لابس جراي. اوكي بس عشان لابس اسود تحت فتهيألي ان ده رمادي. الكارو ده رمادي. طيب ليه الباليت قريبه من بعضها كده؟ ليه الايه؟ الباليت يعني الالوان قريبه من بعضها كده بتاعت العيله. ما يعني أنا شفتهم كده الصراحة. هو المفترض إن العيلة دي واقعية، وبالتالي لازم لونها يبقى مختلف عن بقية ألوان الناس اللي هم بيمثلوا. أيوة. فدول ألوان أنت عاملاهم ألوان، هي جت صدفة واضح كده. أنت عاملة دول ألوان ودول لون محايد. لا أنا عملت دول ألوان علشان دول يعني كبروفا إن هم في مسرح كبروفا، ودول حالتهم حداد، فدول أنا كنت حبيت إن هم تبقى ألوان فاتحة وتانيين ألوان غامقة بس. ماشي أوكي ماشي، بس هي جت يعني صدفة كويسة. شكرا. صدفة يا دكتور. والله مش صدفة خالص. حاجة صدفة يا ريس. ماشي أوكي. يا 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 خالد، في بس اخطاء لغه عربيه كتير قوي، كتير جدا وبثقه، يعني بيقولوا الخطا بثقه. مصرين عليه. دي نمره واحد. نمره اتنين، انه في فرق مستوى طبعا واضح جدا ما بين الشخصيات وبعض.
او يعني الناس اللي بتمثل والشخصيات، في فرق. كان لازم تبذل مجهود شويه اكتر مع الممثلين، وخاصه انك كنت مختار مولوجات تقيله، وقتلت حمزه في احد يا راجل، يعني حاجات توائل يعني. فكان لازم يبقى فيه اهتمام اكتر بيهم، لكن واضح ان انت غلب عليك الاهتمام بالشكل قوي، التشكيلات والحاجات والتمارين اللي في الاول وكده. الحاجه الثانيه انه في اعتقادي انه النص صعب قوي، نص فيه مسرح جوه المسرح، فكان لازم يبقى فيه الناس حتى الشخصيات وهي بتروي غير لما تمثل أدوارها. يعني لازم يبقى فيه فرق ثلاث مستويات من التمثيل، في مستوى هم بيعملوا حدتتهم الأصلية، ومستوى تاني هم بيحكوا عن نفسهم، والمستوى الثالث اللي هم الممثلين بتوع الفرقة. فأرجو أن أنتوا لما تيجوا تعيدوا العرض إن شاء الله تبقوا تأكدوا قوي على الفروق دي، لأن دي ممكن تطلع حالة من التمثيل جميل. بس أنه يبقى فيه عدد بهذا الشكل على المسرح وبهذا الانضباط، أنا بشكركم عليه جدا. شكرا. الحقيقة الأستاذ عصام لما بيبدأ ما بيخليناش حاجة نقولها، يعني تقريبا احنا متفقين او انا متفقه جدا مع اللي قاله. انما انا بحيي المخرج جدا جدا على اختيارك للنص، فيك جرأة. حسيت ان انت مليان، عايز تعمل حاجات كتير قوي، عايز تعمل اضاءه، وعايز تعمل ميزانسين، وعايز تمثيل جوه التمثيل جوه التمثيل. يعني في عندك زخم داخلي، فعايز تطلع كل الطاقات دي. الحقيقة هي طلعت، ولكن زي ما قال فعلا الأستاذ عصام، لأنه النص قد كده دانتيلا، يعني ما بين الممثل نخرج، طبعا اختيار هايل وعمل مجهود رهيب هو والأب الحقيقة. لكن الأسرة بالذات، وهي كانت جميلة ومتماسكة، ولكن لما بتحكي، وبعدين في الأشخاص التانية الممثلين لما بياخدوا الأدوار كلمة، فالكلمة دي ما كانتش في منتهى الوضوح كصوت وكمعنى، يعني بتوه مع الفرجة. حسيت ان اصوات الرجاله فعلا مهتمين اكتر، الشباب حاسين قوي باللي هم بيقولوه، عايشين. والحقيقه الفتيات كانت مكسوفه شويه، خجلانه، مع ان الواحد وهو واقف على المسرح لازم يبقى فرحان جدا. اولا فرحانه ان انت واقفه على خشبه المسرح وانت البقره الوحيده المنوره، منورة بصوتك ومنورة بجسمك ومنورة بحركتك، يعني شغل الحركة في الفراغ. أنت طبعاً عملت ده لدرجة روشتنا في بعض الأحيان، يعني حاجات كثيرة قوي. ففيك حس سينمائي كمان، أنا حسيت ده يعني في السينما أو في المشاهد الأولانية اللي حرم منها الجمهور الحقيقة، ولكن إحنا شفناها من خلال الفيديو اللي شفناه قبل العرض. كان هيعمل حاجة برضو، كان هيعمل حاجة مهمة، عندك حق، لأن هو مش منفصل عن يعني واخد من الواقع وعامل فرجة سينمائية وبعدين لحمتها بالمسرح، ودي كانت هتبقى حلوة قوي. إن شاء الله المرة الجاية لازم تصر على أنها تبقى موجودة. بنشكرك جدا على إدارتك لهذا الكم الهائل، كتيبة جميلة من شباب المنصورة الحلوين، أمتعتونا ومبروك، وإن شاء الله يا رب نكون زي ما احنا استفدنا منكم تكونوا انتوا كمان استفدتوا من الآراء اللي احنا بنقولها. ووعوا البنات لما تطلع على المسرح تتكسف، ده يعني أنا بزعل قوي، يعني لازم تبقي فرحانة إنك انت البقرة المنيرة في الكون، فكلمتك تبقى واضحة ومش خجلانة من حاجة، بالعكس تبقي فخورة من كل حاجة. أنا موجودة هنا علشان أقول الكلام ده للفتيات، أوكي؟
مبروك. الحقيقة دايماً المنصورة بتتحفنا بأعمال رائعة على مدى كل السنوات اللي أنا كنت مشترك فيها في لجنة التحكيم. فتعالوا نتفق الأول إن أنتوا كإمكانيات رائعين. تعال بقى نحنقل لكم صورة يمكن وجهة نظري توصلكوا أسرع. لو أنا جبت مطرب ولبسته أجمل لبس وحطيت قدامه أحدث الميكروفونات وجبت أقوى الفرق وراه وسلطت عليه إضاءة مفيش بعد كده وابتدت المزيكا تعزف ولما جه يغني لقيت صوته مبحوح أو بيعمل نشاز في بعض الأحيان بيقلب، كل ده هيبقى له لازمة بالضبط. فأنا على قد فرحي بيكوا كإمكانيات وبكل العناصر اللي موجودة في العرض من ديكور لملابس لموسيقى لميزانسين، أنا شفت شيء وانت شايف شيء رائع جدا وكإمكانيات ممثلين وكل، لكن في الآخر خرجت متضايق ومتوتر وزعلان، لأن كل ده إما كانش في خدمة الأداء الممثل يبقى كل ده ملوش لازم. فكل المجهود اللي بذلتوه ده وكل العناصر دي وصعبان عليكم تجيبوا مصحح لغوي وصعبان عليكم تبذلوا جهد عشر اللي بذلتوه في انكم تحفظوا النص متشكل صح، مش عارف ليه الاستسهال، لان ده الاساس، ده كل العناصر دي عشان توصل لي موسيقى الاداء ابقى شايف ممثل كويس وخلاص وخلاص نشاز، ممثل امكانياته كويسه وبيعزف نشاز. احنا زعلانين من هذا المستوى الرائع، او انا طبعا وكل انا بكرر، انا مش متعود اكرر كلام لكن مضطر اكرر دي لان دي نقطه في منتهى الاهميه. هدفنا كله ده، هدفنا كله. انا كده بلاقي ممثل بقول ده بارع، تعالوا نقيمه ونقدره، فنلاقيه خرج بره التقييم. طب ليه؟ ليه نخسر حاجه زي كده؟ فدي شيء ارجو من كل واحد فيكم انه يهتم، ده الاساس، اهم اداه ليا، لان كل العناصر دي في خدمه هذه الاداه. فيعني يا رب تكون دي اخر مره نقول الكلام ده عشان نستمتع بكل العناصر، نستمتع بكل الجهد اللي انتوا بذلتوه. يعني انا استمتعت بكل عنصر، بس في الاخر كان نفسي استمتع بالموسيقى الكامله والهدف الاساسي من العرض. اسمحوا لي بشكل خاص احيي ياسين. ياسين كان اجمل واحد فيكم لانه ما اخطاش ولا خطا في اللغه العربيه. وروان طبعا، فين روان؟ انا يعني سعيد بكل العناصر الفنيه ده هي، وان شاء الله في الـ في الـ في الـ في الـ اذا اتعاد هذا العرض، انا لانه عرض هايل جدا، انا اتمنى انكم تعودوا عليه مره ثانيه. ولو قعدتوا عليه مره ثانيه بالنسبه للغه هنحتار مين احسن ممثل فيكم ومين افضل ممثل فيكم، لانكم كلكم امكانيات رائعه، وارجو ان ما اكونش ازعجتكم. شكرا لكم. هو العيب على المخرج على فكره، لان في الاول المسرح كلمه، فالكلمه دي ما كانت تبقى بالكاف واللام والميم والهاء يبقى احنا عملنا شيء ناقص. ف سامح الحقيقه كل مره بيقول كده انا حفظت الكلام، وبرضه قوله تاني على فكره استاذ سامح، لانه اللغه العربيه بعافيه عندنا خالص. مبروك. احسنتوا. عايز بس استاذ سامح قبل ما تمشي اقول بس حاجه صغيره كده بس تخص الـ 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 الشباب. دي اول مره بنسبه 98% منهم لم يكن اكتر اول مره بيقفوا على خشبه مسرح او اول تجربه مسرحيه يقدموها، لان كليه اداب جامعه المنصوره مش الكليه الوحيده، برضو في كليات كتير في جامعه المنصوره بقى لها سنتين من ساعه الكورونا والعزل والفتره ده منتخب يعني؟ لا ده كل الجامعات ولا الجامعات؟ ما كانوش بيعملوا نشاط مسرحي من سنتين، فالجيل ده كله يعتبر اول تجربه يطلعها على المسرح، ومشاكل التشكيل دي ما كانتش موجوده، هي حصلت في توتر العرض واخطاء لحظيه ما كانتش موجوده بالكم ده. اشمعنى بقيت العناصر ما حصلت فيها توتر؟ لا اصل بقيت العناصر دي هيتضربوا لو التشكيل بس بتاعهم بوظوه.
شويه بس يعني احنا بنعتذر عن ده، وان شاء الله يعني لو ربنا شاء والعرض اتكرر تاني ان شاء الله الاخطاء اللي حضرتك لو اتعرض تاني بعد الجهد ده احنا نوعدكم ان احنا نجي لكم مطرح ما تكونوا كملتوا هذا العنصر يعني. لانكم رائعين. شكرا. معنا أبطال العرض المسرحي 6 شخصيات تبحث عن مؤلف لطلاب جامعة المنصورة كلية الآداب. أهلا بيكم معنا وشرفتونا وأحسنتوا فعلا. معنا أحمد زهران ومعنا أمنية ياسر. أحمد أنت قدمت دور الابن في المسرحية، اسم أصلا المسرحية 6 شخصيات تبحث عن مؤلف. الفكرة إيه بتاعت المسرحية؟ عايزين توصلوا إيه؟ هو الفكرة بتاعت المسرحية تتلخص اللي احنا 6 شخصيات، كل واحد عنده مشكلة او عنده حاجة عايز يوصلها بطريقة مش كاملة، فبس ففكرنا اللي احنا نروح زي مسرح علشان نعرض فكرتنا دي على الناس، او يعني اكننا احنا عايزين نعمل مشكلتنا دي نص مسرحي او كده. بس ده الملخص يعني. بالنسبة للشخصيات، في اب ام ابن، وفي الثلاث أولاد من الأم بس. تبدأ المشكلة من أن الأب طلق الأم، في ابن بس هنرجع له بعدين. المهم الأم اتجوزت السكرتير وخلفت الثلاث أولاد، بعد كده هم عاشوا بعيد، فالأب خد الابن اللي هو الأولاني وداه عند فلاحة علشان يتربى بعيد عن المشاكل أو حاجة زي كده يعني. بعدين الأب بقى قاعد لوحده يعني وحيد، فبيبص على العيلة من بره كده. طيب دلوقتي بقى انت يا أمنية قدمتي دور الأم، فكرة تقديمك لدور الأم والربط ما بين الواقع والخيال. تمام. هي الربط ما بين الواقع والخيال ده بدأ من دخولهم أصلا المسرح، إن دول بيعملوا حاجة مش حقيقية وبيجيبوا نص أو بيجيبوا مؤلف ويبدأوا يشتغلوا عليه، والشخصيات اللي داخلة عندهم قصة حقيقية عايزين يعني قصة ناقصة، عايزين مؤلف يكمل لهم بقى ده هيعمل إيه وده هيعمل إيه، هم قصتهم مش كاملة. فهم بدأ يعني هو ده الخيال والواقع بدأ هنا، ولما بيدخلوا وفجأة المخرج بيعجب اللي هم بيقدموه بيبدأ بقى يخلي الممثلين يعني يجسدوا اللي هم بيقولوه، هما بييجوا يحكوا بعدين يرجعوا تاني جوه الشخصية بتاعتهم، بعدين يحكوا بعدين جوه الشخصية بتاعتهم، كله بقى كده بنفس الطريقة. طيب قولي لي بقى الرسمة اللي على وشك دي يعني بتشير لإيه أو معناها إيه؟ عدم كمال الأشخاص هو سبب الرسمة دي، إن هما جايين بقصص ناقصة، فعايزين يعني هما شخصيات مش كاملة داخلين المسرح، هما شخصيات مش كاملة، فلازم يبقى في حاجة تدل على إن هما عايزين حد يكملهم وإن هما مش كاملين. كلمة بقى تحب تقولها للمخرج خالد عبد السلام وتوجيهاته بقى ليكو. يعني أستاذ خالد أنا أشكره طبعا على كل حاجة يعني، وبجد مش عارف أقول له إيه، بس يعني بجد أشكرك يعني والله يعني بس أشكره بجد يعني. شكرا ليكو وشرفتونا، وبكده تكون خلصت حلقتنا من مهرجان إبداع الموسم العاشر، ولسه الإبداع مستمر واستنونا في حلقات تانية كتير. الحكايات بدأت من هنا يا ما الحكايات أنواع، جه الوقت عشان
كانت